يا خبر حلو كتير، بده يطير عقلك ورا. الله يسامحك، إذا خبر حلو، ليش جبتيني كرفتك؟ كنت قولي لي إياه على التليفون. هذا الخبر بالذات بده ينقاله العين بالعين. هاي العين بالعين. أنا حامل. شو عم تقولي؟ حامل. عن جد عم تحكي؟ ما عم صدق. يعني أخيراً؟ أخيراً رح أشوف ابني قبل ما أموت. ما تحكي هيك بعيد الشر. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. تحكي لي تحكي. هيك ها، الله يسمعنا الأخبار الطيبة، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك بعمرك. بس بتعرف شو؟ أفكر صراحة. الموضوع ما تتحمل الكذب أكثر من هيك. طيب وأنت بتضمن ردة فعل؟ كيف يعني؟ يعني إذا أنت خبرتها لمرتك إنك كنت عم تكذب عليها كل هاي الفترة، بتضمن تضل معك؟ بقول لها إنه اضطريت أعمل هيك لأني بحبك. اسمعني منيح ورد، مارق على راسي من نمرة مرتك خير الله، النسوان ما بيجوا غير هيك، غير بالكذب ما بيمشوا. فخليك ماشي باللي اتفقنا عليه للأخير، عشان ما تخسر كل شيء عملته، بالأخص هلا صار في بالضرب ولدها، ممكن تنزله. قلتك بتعملها؟ والله أنت سيد اللي عارفين إذا هي بتعملها ولا لا. لا سيدي، لعلمتا أول مرة ما عندها مشكلة تعملها تاني مرة. هذا هو حكينا، لذلك من هون لوقتها أنا بلاقي لك حل، خليك ماشي بالموضوع للآخر. هو هيك. إن شاء الله ألف ألف مبروك حبيبتي، طار عقلي من الفرح لما خبرتيني على التليفون. بعرف وأنا مبسوطة كثير. ورد طار عقله لو بتشوفي شو صار فيه وقت خبرته. بس هيك أنا غاصة. أوف ليش؟ خصي هيك حاسس حاله حيعيش 100 سنة ويشوف ابنه، صار متشبث بالحياة أكثر. ما هي هيك الحياة بس حلوة. ورح تصير أحلى بوجود الولد. ورد طول عمره نفسه بولد. هلا رح يصير أب. شاب أنت لازم ما تفكري غير بحالك وبالبيبي اللي رح يجي، هي لازم تكون أولى اهتماماتك. شفتي دكتور؟ لا. بس رح أشوف دكتورتي نفسها اللي وقفت عندها بحمل الماضي، تتذكرية؟ ايه بتذكرها كثير كانت شاطرة. بس حبيبتي كمان لازم تروحي عند دكتور اللي عم يعالج وردة زوري. ليش بقى؟ مشان تتأكدي انه اذا الاب عنده هذا المرض ما ينقله للابن. شو الحكي بيسان؟ ايه حبيبتي، لانه لا سمح الله اذا طلع شيء ما منيح تتصرفي. هيك رأيك؟ ايه طبعا. بس لا تخافي ان شاء الله ما في شيء. ان شاء الله. يا اهلا اهلا وسهلا يا اهلا مدام، تفضلي. تذكرتي؟ طبعا ولو على عيني حضرتك ودامته للاستاذ ورد الهادي. تفضلي تفضلي. تمام. يا اهلا مدام، كيف الاستاذ؟ كيف صحته؟ الحمد لله ماشي الحال، بس حضرتك بتعرف انه هذا المرض له تداعيات كثير ووجع الراس الحياه ما بيفرقوا ابدا. طبيعي. الحقيقه هذا المرض من الامراض المعقده، لحد الان الطب ما وصل لعلاج حقيقي له، حتى اسباب هذا المرض غير معروفه، لكن غالبا العامل الوراثي بيلعب دور كبير فيه. تمام. هو أنا الحقيقة مشان هيك جاي لعندك دكتور. أنا حامل وحابة أتأكد من حضرتك إذا الجنين ممكن يحمل هذا المرض بالوراثة ولا لا. والله هذا الموضوع بعلم الغيب يا مدام، يعني ما فينا نعرف إذا كان الجنين مصاب أو لا، ممكن يكون مصاب وممكن يكون لا. يعني في إمكانية ابني يكون معه مرض سرطان؟ سرطان؟ سرطان شو مدام؟ ليش مين عنده سرطان لا سمح الله؟ ورد زوجي، ما هو اللي عم تعالج عندك. لا لا عفوا، الموضوع فيه سوء تفاهم. حسب ما خبرني الاستاذ ورد انه عنده برنامج وثائقي عن مكافحه مرض السرطان، وطلب مني اخبي الموضوع عنك حتى تبين القصه حقيقيه ويكون رد فعلك عفوي وطبيعي. عفوا دكتور، قلت لي برنامج؟ برنامج من غير تصوير يعني كيف؟ لا لا كان في تصوير، كان معه المحامي رامز صديقه، حطوا كاميرا وصوروا، كان في كاست وكل شيء كان مرتب تمام. ايه
ورد ما له مريض؟ انت متأكد؟ مدام الأستاذ ورد ما عنده غير الشقيقة وعم بياخد المسكنات اللازمة وهذا كل شيء عنده. مدام في شيء أنا بقدر فيدك فيه؟ العمى العمى شو طلعت غبية غبية، كل الوقت عم يضحك علي وأنا مثل الهبلة. شو علي يا ورد الهادي؟ حقك، ومن قليل صرت نجم، حتى علي عم تمثل ورامز عامل مصور كمان. بسيطة شبك حبيبي؟ شو صاير لك؟ فيك شيء؟ فجأة أنا واقف بمطبخك نزل ضغطي، حسيت حالي دخلت وبدي استفرغ. سلامتك سلامتك. الله يسلمك يا رب. لازم تاخذ دواء وتبل مثل الولاد الصغار. تفضل امسك الحبة اللي جبلك هون. سلام. كبيتها يا شاطر؟ فكرني مالي شايفتك. ما جلس وشرب. ما على قلبك شر ان شاء الله. ما عزبك معي حبيبتي. شو الحكي هذا؟ انا مالي غيرك بالدنيا حبيبي. وانا مالي غيرك. قوم ريس، بدي اخذك مشوار. فتلي بالسياره. والله مالي حيل. لا عم بلا بتغير جو. طيب يلا دقيقتين بس لغسل. يلا ناطرك. على بيت مالك. ألف سلامة. لا 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 ما فيني شيء. بس لما عم وقف بدي شو عم يصير لي، عم بحس حالي ضليت. لا ما موقعك. لإمتى بدك تضل تسوق بالكذبة؟ آه لإمتى؟ هالشبة كلها أمرك، هي ثاني وحدة. شفت كيف غيرت لك جو؟ هاي. هلا وسهلا. كيفك ورد؟ مشتاق لك كثير. وانا كمان. ليك شو عندك الاسبوع الجاي؟ ما في شيء معين، بعتقد شويه مواعيد لها علاقه بالشغل. بس قليلي في شيء؟ لانه انا عندي اجازات كثير بصراحه. جابالي روح مشوار انا وياك. ولوين المشوار؟ شو رايك نشد على بيروت، نقضي كم يوم حلوين ونرجع؟ شو علي منشد؟ بالله بلكي كان عندك تصوير. ما تاكلي هم، بيستنوا دخيلك. شو في وراهم يعني؟ اتفقنا. باي. اول اثنين سواك. الله يسلمك. يا عندك هو بيسلم مشتاق لك. انت الحبيب، حجزت لك نفس السويت اللي عملناه في شهر العسل.
اوكي انا رح ادوش وفرد البنت. اوكي يا كستان. حاسه جسمي حاطط كانه لي شي سنه ماني نايم. لا مو وقت النوم هلا، قوم صحصح ودوش والبس، خلينا نعمل فكره. الله يخليك. معك حق. انت من قاعدين بالاوتيل حاسس حالي ميت من جوعي. وانا كمان. غير ثيابك لغير ثيابي يلا. يلا. مفاجأة بتسوي ليها بحياتك. ولسه لما تسمع المفاجأة الثانية اللي عملت لك اياها رح تنبسط أكثر. هاتي لشوف. هذا يا سيدي
بكرة أخذت لك موعد من أشطر دكتور بالعالم خصوصا بلبنان. دكتور شو؟ ولو دكتور مختص بمرضك. لا لا شو دكتور، الله يخليكي، ما بدنا هالقصة، أصلا الأوراق موجودين والتحاليل والصور كلياتهم بالشام. ولو خايف علي؟ تحاليلك وصورك صاروا عنده من زمان. بس ما في داعي لهالقصة كلياتها، أصلا الدكتور اللي أنا عم اتعالج عنده هذا بروفيسور، هذا أهم دكتور بالعالم. ما دخلني، بدك تروح؟ لا لا ما لح روح، خلص مستحيل هذا الموضوع، سكري عليه الله يخليكي. يا مساء الخير. عم يستعرض خلص، طقر احكي معك. طيب طقر انك معي، خلص هيك عم تمشي هلا المشاكل لك. طقر روحي، طقر روحي، افهم علي، شام ورد بشو احسن منه؟ هو احسن منه، مشتي يسافر برا الشام، مشتي يشمها. يا اختي هني ما سافروا لانه رايحين يرقصوا ويسهروا، اردته يستجم لانه مريض زعلانه عليه بركي. على فكره بحب ذكرك انه شام وورد وضعهم مو احسن من وضعي، يعني انا وضعي نفس الشيء، انت دافن حالك بين القضابير والشغل والمحاكم وهاملني بلا سفرك، نحن مطعم ما عم نطلع مناكل، ما عم نشم هوا. هلا لولا هي القضايا والشغل تلبسي هيك تسكني ببيت مثل هاد، بتغيري موبايلك كل شهر لاخر موديل. يا بيسان يا رامز افهم علي، ما بدي هيك، بدي شويه حنيه شويه اهتمام. والله اللي بيسمعك بفكرك مقصر بكل شيء بحياتي معك. شو بكي بيسان؟ ما بني شيء، خلص رامز ما عم بدي احكي. خلص خلص مثل ما بدك. قد ايش صار لك هيدي الحالة؟ تقريبا شي 3 أشهر. ودكتورك شو خبرك؟ قد ايه معك مهلة لإيصال السرطان للذروة؟ يعني كمان نفس الشي 3 أشهر. أنا برأيي تغير الدكتور. ليش؟ مانا ليش يعني؟ حسب الصور والتحاليل اللي بعطيها المدام، جوزك بيعيش أكثر من 8 أشهر. والمرض السرطان مش متفشي بالشكل الكامل، بده شوية وقت بعد. يعني ممكن ورد يعيش أكثر من 8 شهور دكتور؟ هيك المفروض. انت ما لك ملاحظ انه الالم خفيف بعده؟ يعني بحبه مسكن يمكن يروح؟ بلا دكتور، مرات بيمرق نهار بكامله وما بحس بوجع الراس. طيب شو عم تخبرك؟ دكتور انت شو عم تحكي؟ انت متاكد من هذا الشيء اللي عم تقوله؟ شو عم تحكي؟ من شو بدي اتاكد؟ ما كلمتي واضحه مثل عين الشمس، في جزء بسيط من السرطان بالدماغ. لحظه دكتور، اكيد في غلط، في غلط، لازم نشوف دكتور ثاني. ولا؟ نعم؟ مو هيك القصد بس. شكرا. شو صار فيك يا ورد؟ شو صار؟ كذبت الكذبة وصدقتها. نزل عالشام الله يخليك. شو صاير عليك؟ خلينا نكمل هالأسبوع، أنت بحاجة تغير جو. لا ما عاد أقدر فجأة، ما بعرف، حسيت طبقة صدري و نفسي ضاق وركبي. خلينا ننزل عالشام الله. حق معك حبيبي، حق معك، معنا سهلة، بس أنا عم قول ننام الليلة وبكرة الصبح نسافر. لا هلا قومي دبي الغراض بسرعة عشان ما عاد أقدر. طيب بس هدي حالك أوكي؟ قبل ما تجي بيسان، عود بلد، عود. لقيت لك خطة بتجنن. اسمعني منيح،
رح تقول لمرتك انك مسافر على شي بلد اجنبي لانه في طبيب هنيك فهمان كتير وانت عم بتراسل. طبعا انت لا حتسافر ولا شي، رح اطلع انا وياك كم يوم برات البلد نطفي موبايلاتنا نروق راسنا نرجع لهون على اساس عملت عمليتك وطيبان. شو رايك؟ ما في داعي، حلت القصة. كيف انحليت؟ لا تقلي انه خبرت لمرتك انك عم تكذب. لا ما فهمت. طلع معي سرطان عن جد. شو؟ هيك ما بكفي، لازم أعمل فيه فيلم أكبر. بس شو هو الفيلم يا ترى؟ الأعمال القصة الأفلام ما بتصير ليك صارت. طيب أنت متأكد أنه هذا الدكتور فهمان؟ لك شو فهمان، بروفيسور شهاداته مدري من كم دولة أخذنا. لا ما والله شغلي بتطير العقل من الرأس. وقت مدريد وجايني أعود لنوم نفسي سادة اللي عم باكل عم بشرب وركب يمسو زحقة بحسس كانو هيك في ربوسك خانقني ومبدي. كذبنا الكذبة وصارت حقيقة. يا رب دخيلك يا رب يا رب. شو هذا الحنسيج يا رب؟ شو عم تساوي بحالك؟ هات من ايدك لشوف. انت بتعرف انت شو مريض؟ انت مريض بالسرطان. سرطان مو لعبه يعني. وهي السيجاره من قلد اعدائك تنساها. دخيلك يعني اذا ما دخنت حزيد عمري يوم. خلاص ميت ميت. ما تحكي هذا الحكي. انت قوي ورد، وكنت حسك بالأول إنك منسجم مع قدرك ورضيان فيه. ليش هيك فجأة تغيرت؟ ما بعرف. ولا أنا بعرف. عم حس كل شي فيني تغير. عم حس ركبي ما عم يحملوني، نفسي سادة، نقطة مي ما عم بحسن أقبلها. خلص راح كل شي. ما تحكي هيك. الله لا حيضرني فيك ولا رح يحرمني منك. حتى التصوير ما عاد نزلت. ما بيصير هيك يا ولد. خلص بدي اعتزل، ما عاد بدي اشتغل. شو هي تعتزل؟ مشان شو؟ مشان انا عم صور بنص التصوير موت وعطل الناس؟ لا خليني قاعد ببيتي احسن ما يشوفوني. بكره بعمل كيماوي وبهر شعري. ما تكمل الله يخليك، ما تكمل. بدك يا بس تدخين امي. شبك ورد، رح اعتبر حالي ما سمعت كل هذا الحكي. كيف يعني؟ ما حدا بيعمل هيك حركة. مزبوط، بالشكل الطبيعي ما حدا بيعمل هيك حركة. بالشكل الاعتيادي واليومي ما حدا بيعمل هيك شيء. بس لما تكون عم تموت بيختلف الموضوع. لأنه إذا عم تقصد مشان ابنك هو رح ياخذ حقوقه القانونية بشكل طبيعي. أولى بدون لف ودوران. قصدك اللي بده يورثني. شوف راميز، أنا معي شوية مصاري ممكن يكفوني بهالكم يوم اللي باقيين يعني اللي بهالدنيا. بس أهم شي أمن شام وأمن اللي ببطنه. هذا اللي بيعنيني، ما بيعنيني أي شي تاني. بس ورد هيك ما بيصير لحد البلا ولا شي. خلاص يلي عم قوله بده يصير. تنفذ اللي عمل لك عليه الله يرضى عليك. ها thank you.
الو لين يا من؟ لا لا بالطريق عم سوق. لا خراب نهائي، خلص انا بطلت. بك اخي اعتزلت. اشتكوا للنقابة، اشتكوا لمين ما بدكم. خلص الموضوع بالنسبة لي منتهي. لك الله وكيلك، لا في عمل تاني ولا في ارتباط تاني. لا لا القصة مو قصة مصاري. انا في عندي ظرف. لا مو اشاعة مزبوط. نعم سيدي، معي سرطان بالدماغ. غيره شو بدكم؟ جيب لك تقرير طبي لحتى تصدق؟ الله معك. أهلين حبيبي. أهلين. شو بورت؟ النهار على خير منتهي. ليش في شي جديد؟ قلت بدي اكتب كل املاكه بسمرته. ليش؟ شو بيعرفني بالعافية، بس اذا شفتيه لشان تجيبي لسيدي. لا لا اكيد ما راح اقول. طيب ارتاح شوي. طيب الو مرحبا شام. اهلين بيسان، كيفك؟ انا الحمد لله. دريتي شو مكتوب بالصحافه عن ورد؟ لا شو في؟ كل المواقع الالكترونيه على النت منزله انه هو اعتزل بسبب السرطان. اه والله؟ ايه ما بعتلك الرابط على الواتس. ما فتحت نت هلا بشوفه. الله يعافيه يا رب، كثير زعلت علي. ما تزعلي على غالي حبيبتي. الله معك. بتحر شو عم تعمل؟ ضحكتني ورد. هيك ما بيصير انك تفقد الامل بالدنيا تتحول لانسان ضعيف. وانا بعرفك كثير حدا قوي يعني، والدليل وين وصلت بمهنتك. لوين بدك توصل؟ لحتى تطلع من حاله الكابه اللي انت فيها ورد. سويت الاوراق اللي وصيتك عليهم. كمان هذا الموضوع بدي احكي معك فيه. هذا الموضوع تحديدا ما بدي اياك تحكي فيه. ورد اللي عم تعمله غلط. لا تعلي صوتك الله يخليك. آسف علي صوتي لاني اكل همك. انت بتعرف شو عم تعمل؟ شو عم بعمل؟ عم بعمل؟ انا ما بعرف شو عم بعمل، بس اللي بعرفه شغله وحده، هذا الموضوع ما بدي احكي فيه نهائيا. الله يرضى عليك. انتهى. تفضلي. شو هدول؟ هدول اوراق بدون توقيعك. شو يعني؟ يعني ورد تنازل لك عن كل شيء بيملكه وكتبه باسمك. شو هالحكي؟ ورد بده يأمن على ابنه وخاف يكون معك بنت، والبنت ما بتقطع بالميراث، يعني الوردة رح تتشتت بينك وبين البنت وبين اخواته. بس أنا مستحيل أقبل. مش الحال، مو بقيان غير توقيعك.
شام ورد بده مصلحتك ومصلحة ابنك حبيبتي. بده اياكي ما تتعذبي بعد ما يموت. ورد ما رح يموت. شبكون يا جماعة ما رح يموت. شام ورد كان عرفان انك ما رح توافي فبعت معي هي الرسالة. شام حبيبتي اللي عشت معها أقصى لحظات العشق، من وقت ما عرفتك كتبت لي حياة جديدة، سافرت معك لسعادة سرمدية، حبيتك بصدق، ولما رحتي حسيت حالي متت. شام الحلوة اللي بدي قلك ياه اليوم هو اعتراف بذنب ارتكبته بحقك. ان شاء الله تسامحيني على كذبتي البشعة. انا ما كنت مريض بالسرطان، هاي كذبة اخترعتها مشان نال عطفك وترجعي لي، بس هاي الكذبة تحولت لحقيقة، وهذا غريب. يمكن هذا عقابي اني ما كنت معك منيح ابدا، عقابي على كل لحظه روحتها وانا عم بتعامل معك بطريقه منيحه، وبتمنى منك تقبل الامضاء على الوراق اللي بعت لك اياهم مع رامز، لحتى اكون هيك وصلتك انت وابني اللي ببطنك لبر الامان. سامحيني ارجوكي ورد الهادي. انت ما رح تموت ورد؟ بلا، انا رح اموت وكلياتكم تعرفوني رح اموت. سامحني ورد. انت اللي لازم تسامحيني، انا تعبتك معي كتير وهنتك وضربتك، بالاخير كذبت عليك بس لاني بحبك. كذبت علي مو لأنك بتحبني، تكذبت علي لحتى تسترجعني، لأني أنا غرض من غراضك، مثلي مثل جوميتك، مثل سيارتك، مثل موبايلك، مثل معجباتك. بس أنا كمان كذبت عليك. أنت مالك مريض ورد؟ لحظة شو عم تقولي؟ أنا قررت أدخل باللعبة معك. أنت مالك مريض؟ الدكتور اللي بلبنان أنا متفقة معه، قررت أعاقبك
قررت ذوقك الشي اللي ذوقتني، بس الفرق بين كذبي وكذبك اني انا ما تحملت وجعك ايام، انت تحملت تعيشني بهذا الالم اشهر. انت بفتكر المريض لحاله بينجح، انا كل نهار كان ينقص من عمرك، كان ينقص من عمري. كل ما اشوفك موجوع كنت موت. اللي بيحب التاني ما بيخوفه ورد، اللي بيحب التاني بيحسسه بالامان. لا ما رح اوقع عليه، بس ابنك رح خليه، رح استنى، بابي رح اتركه مفتوح. ساعتي اللي بتحب ترجع وتترك نجوميتك على عتبة الباب وتقدر تشوفني من جوا، أنا بابي مفتوح. بس تذكر ورد، الزمن ما بيستنى حدا، لا بينطر مزاجك ولا بينطر وقتك ولا بينطرك وقت يجي على بالك تكون أو تكون سمش.